دنيا انشانتي ردود افعالك قفلتني مدهونة سويد لك ايه والحظ ده اللي مثبتني قولي لي اعمل لك ايه او حتى الدنيا هي شرار ربت ارقص بالي واولع السمكة الطيار انا ليه مش عارف اسلك وسط البشرين يا دول ولا حد عاوز يسمح لك اني تعيش لك يوم معدول عايشين في دنيا صعبة دايما تدينا في مقالك واللي مش فاهم اللعب عمره ما يطلع بالك لعبة حالتي النفسية صفر وصفرين في المية خلاص انا جبت جاز فكوني من اللي لدية دايما عايش مخنوق انت تحلو واروق دايما عايش مخنوق انت تحلو واروق ده العمر بيجري وفاتني طب انت يا دنيا حفوق الناس اللي عليها انا تشوفني دايما مهيس كتير الالم البشر خلاني اعيدهم تايس طب نفض وانت تبقى كويس كله عايش فيها ومش عايزيني كويس الناس اللي عليها انا تشوفني دايما مهيس كتير الالم البشر خلاني اعيدهم تايس طب نفض وانت تبقى كويس ربنا وراضي ولا ظهرك ارمي الهم ودعت خلاص الماضي روقك يا عم بحمد ربنا انا راضي سلم لعد الماي من خد وبوسه يا كبير فكك لو قالك هاي باي باي زمن التقدير سلم لعد الماي من خد وبوسه يا كبير فكك لو قالك هاي باي باي زمن التقدير باي باي زمن التقدير باي باي زمن التقدير باي باي زمن انا شفت كتير ايام شقيت في دنيا غدارة والحرير انا وحرك كله بشارة ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت إيه أنا اللي أتيت وأعلم من أين إيه زودي في إيه؟ اتخضيت صح؟ شفت زي ما قلت لك بالظبط 24 ساعة ما خسوش ساعة يا الدفع يا الحبس والنبي يا زهدي أنا مش فايق لك كفاية اللي أنا فيه مالك يا فارس في إيه؟ متضايق ليه؟ فضفض لي ما أنت عارف يا زهدي الورث والجواز مش لاقي عروسه ما تقلقش دواك عندي انا هجوزك نعمات خرز البقر خرز ايه البقر دي كانت رقاصه بترقص بالشمعدان اربع ادوار بسكانهم سعاده البي بس الحمد لله تهبت هو انا هتجوزها ولا هتجوز الشمعدان هتتجوز سوري ولما هي هتتجوز سوري انا هعمل ايه كده وكده يا اخي قصدك جواز سوري سوري ايوه طبعا تمضي على القسيمه تستلم الميراث وتطلعها بعد كده يا اخي والله فكره حلوه تصدق اهو الواحد برضه ما بيبقاش يتجوز بجد ويقفش الفلوس ودي بقى هتجيبها لي امتى؟ تخرج من المستشفى بالسلامة بإذن الله. مستشفى؟ اه. ليه هي مالها؟ بتعمل عملية زرع طحال. والطحال بتاعها ماله؟ اتاكل من عوامل التعرية. هي عندها كام سنة؟ 95 سنة. 95؟ هتجيب لي عروسة عندها 95 سنة زهدي. يا سيدي احنا مش عايزين أكتر من كده، تمضي على القسيمة وتستلم أنت الميراث واستلم أنا الفلوس وإن شاء الله تموت يا أخي. طب ودي هتكمل معانا إزاي دي؟ احنا نبقى نكلم غلاب يجيب أنبوبة أكسجين يحطها جنبها في الكوشة. والله تصدق أنت طلعت أجدع من غلاب. انت طلعت قلبك عليا اهو انا مش قلبي عليك الصراحه انا قلبي على الفلوس ايا كان يعني المهم خلاص قولي مبروك البقاء لله حياتك اللي بقى الحق انا بقى اروح اجيب تصريح الدفن اتفضل ممكن اسلم عليك تاني ليه عشان لقيتك مره واحده وحشتني
يا اهلا وسهلا يا فندم، منور الاوتيل كله. احنا النهارده في عيد، والله في عيد. ايه الاوتيل الكحيان ده؟ نعم، انا حاسه ان انا داخله بانسيون ولا لوكاندا معمول لها ابجريد. نعم، وبعدين في ريحه وحشه في المكان، مش عارف، مش طايقه الريحه. الريحه دي منك انت؟ لا والله يا فندم. لا، لوحدك عامل كده يبقى انت. لا يا فندم، انا مستحمي والله. اوكي، بص انا مش طايقه المكان بصراحه، باللي فيه. تحب حضرتك يا فندم ابعتك على اوتيل تاني مع احتفاظي بالتبس؟ انت بتحتفظ باللبس بتاعي ليه؟ ده لبسي انا. وبعدين التبس يا فندم. ايه ده، هبخرني يعني؟ ايه التبس يعني؟ وبعدين انا مش قادره اروح ادور في مكان تاني، انا تعبانه. على فكره بقى يا فندم، التبس هنا اقل من بره بكتير. انت بتتكى على التبس يعني؟ شكلك هتاخد 100 تبس على قفاك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. يا عذوق، احب الكاش. معاك فكه 200؟ فكه؟ يا نهار ابيض، وانا اللي كنت فاكر هاخد ال 200 كلها. يلا اهي، نوايا تسند الزير. يلا، هي 1000 جنيه؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ميرسي جدا، ميرسي جدا. بس معلش، عشان بس نتاكد بس ان ال في ناس اصلا بتبقى كاتبه الصفر الاخير ده مش باين، مموه، فاهم؟ يا ساتر يا رب. بس ايه عشان نبقى ايه، هسرقها؟ ايوه تمام. يلا، السلام عليكم. لا يا فندم، بعد اذن حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. اهو انت عايز تبس برضو؟ طب غمض عينيك، فتح عينك. عايز التبس اللي في الايد دي ولا اللي في الايد دي؟ خلينا في اليمين، يبقى دي. مفيش تبس. يلا، سلام عليكم. لا بعد اذن حضرتك، ايه اللي تشوفيه؟ مش ممكن، مش ممكن، انت فظيع، ما بتسيبش حقك. اتفضل يا سيدي، 20 جنيه اهي. يلا، وجاي على نفسك كده ليه يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ ال 200 جنيه بتاعتي. بعدين، بعدين. لا، هو ايه اللي بعدين؟ هو انا كمان هصرف على الزباين؟ وطي صوتك يا حيوان انت، تطول تصرف عليا؟ بقول لك ايه يا فندم؟ انا ما عنديش مبدأ وقليل الذوق، انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي حالا. يا اخي، يا اخي خلاص، الرحمة والإنسانين عدموا، اعتبرني امك الصغيرة. امي؟ تطول بقى، انا امك. بقول لك ايه؟ ما تتوهنيش، اديني ال 200 جنيه. أصل أنا بصراحة جاية هنا أدور على شغل، وأوعدك أول مرتب أقبضه أديك الفلوس بتاعتك. أقف جنبي يا أخي في إيه؟ سبحان الله العظيم يا ربي، أنا لو جاي أعمل بطاقة كان زماني خلصت الإجراءات بتاعتها وروحت. يا فندم، يا فندم، أنا بقالي ساعة واقف مع حضرتك ما فهمتش أي حاجة غير إن أنت اسمك إسراء. إسراء؟ أيوه. حاف كده؟ أنا بجد مش فاهمة بيشغلوا الأشكال زيكوا إزاي في الأوتيلات الكبيرة دي، لا وكمان في الريسبشن. على فكرة يا فندم، متخرج ومعايا شهادة تقدير كويسة يا جدا. يا حبيبي، لا حضرتك أنا ما أسمحلكيش. افهمني بس، أنا أقول لحضرتك على حاجة. لا. أنا بكح حضرتك من حق أكح. بكح إيه؟ إيه ده، في إيه؟ أنت مجنون يا ابني، أنت واحد، أنت خليني أقطع معاك. أنت معدي يلا؟ لا أنا مش معدي. أمال إيه، في إيه؟ أنا حضرتك عايز أقول لحضرتك. بس اكتب لي المدير بتاعك يلا، وأقول له إن إسراء وصلت. وخلي بالك، لو عرف ان انا وصلت واستنيت لحظه واحده هيرفدك. اللحظه بتفرق. رمز الجمل، انت نازله انتخابات؟ ده على اساس ان انا جايه باليافطه يعني؟ لا انا اسف، انا اسف، انا هكلم مستر فارس المدير بتاعي واقول له الاستاذه اسراف وصلت. يلا اسراف، قول له السرافه يلا. عايز سوري يا مدام. مدام؟ مش مدام صح؟ مش مدام، انت حته، انت بتتكلم، انت مدام. عارف انت لو اسلوبك يتغير يبقى حلو كده، ربنا يبارك لك واجيلك فرح قصدك. يبقى انا افرح بيكي. يلا، انت خالتي اللتته ليه كده؟ ما هو اللي جايبني الكلام، عارفه ده لو يسكت انا ما بسكتش، ده بيسكت. يا ابني افهم يا ابني حبيبي، ما تبغيش كتير معايا يلا عشان خلقي ضيق. لا يا فندم، ربنا حاضر. يلا اطلبه يا بيه، اتفضل اطلبه. ايوه يا مستر فارس. ايه ده؟ انت مجنون. بعد اذن حضرتك، انا عندي هنا اسراء هانم واقفه معايا. نعم يا فندم، خدها من ايديها ووديها عند حضرتك وشوف تشرب ايه؟ حاضر يا فندم. لا اوامر، اوامر. استاذن حضرتك اجي اخدك من ايدك اوصلك لمستر فارس وشوف تشربي ايه؟ تاخدني من ايدي توصلني لمستر فارس؟ ده على اساس ان انت موديني الحضانه ولا تلاكيك شباب هي؟ تلاكيك شباب ايه يا حضرتك؟ انا مالي انا هو اللي بيقول. ولا ولا ولا، انت بتشوح لي ولا ايه؟ انا مش بشوح لحد. بقول لك ايه؟ لا بقول لك انت ايه؟ عايز دماغين على فكره. دماغين؟ اه. انا بتكلم ليه؟ ما ده اللي جايب لي الكلام. أيوة. لو يسكت ما بيسكتش. ايوه. انت عايز ايه دلوقتي حضرتك؟ تعالى اتفضل وديني لمستر فارس. هلف لي. انت لسه هتلف لي، يلا يا بيه. لا تحت امرك، اللحظه بتفرق، مش همز الجمل. عينيا تحت امر حضرتك.
تحت امر حضرتك. يا نهار ايه تحت امر حضرتك. احنا نصلي الجمعه يا ابني. ايه ده؟ لا انا طول اليوم واقف على رجلي فبيطلع لي دوالي وكلالي. كلالي؟ اتفضلي إيه؟ حضرتك. ايه ده؟ اتفضلي يا ست الناس منورانا منورانا. اتفضلي يا فندم. لا حضرتك اتفضلي الاول. اتفضلي. خريج معهد لاسلكي. خريج معهد لاسلكي. اهلا 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 اسراء هانم، المفاجاه الحلوه دي. ميرسي. انا اسف ان انا جيت بعديك يعني. ما تكررهاش تاني. بس ما كنتش اعرف ان حضرتك سنك صغير كده. انت شواف على فكره. ها؟ عجبك الاوتيل؟ بصراحه قذر قوي، وانا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش جيت مخصوص من القاهره. طب يعني ايه اللي ما عجبكيش في الاوتيل؟ قصدك ايه اللي عجبني في الاوتيل؟ حضرتك الاوتيل بتاعك ده محتاج اعاده ضبط المصنع، يتفرمط كده من اول وجديد فيرجع اوتيل. طيب ما حضرتك بقى هتعملي اللي احنا ما قدرناش نعمله. بس دي مهمه صعبه قوي. اعتبر الاوتيل بتاعك من اللحظه دي. كنتش متخيله ان الموضوع يبدا بمشاكل كده. بصي ابعتي بس المدير المالي بتاعك واحنا هنتصرف في كل حاجه. بس انا ماليش مدير مالي، انا متعوده انا اللي اتفق على الديل بتاعي. ديل؟ سوري الديل. بس برافو برافو ان انت بتعملي كل حاجه بنفسك. قولي بقى يا فهرس. فارس. قولي بقى يا فارس هتديني كام؟ اديك ايه؟ هو انا هديك الاوتيل لحيلتي وادفع لك عليه فلوس كمان؟ تديني الاوتيل؟ مش حضرتك اسراء هانم اللي كلمتني في التليفون وجايه تشتري الاوتيل؟ اشتري الاوتيل ايه حضرتك؟ هو انا لاقي اكل عشان اشتري الاوتيل؟ امال انت جايه ليه؟ جايه ادور على شغل. انت جايه تشتغلي عندي؟ مفاجأة صح؟ اطلعي بره. ايه ده ايه ده فارس في ايه؟ انت بتتكلمي ازاي كده؟ فارس قومي يا بنت قومي. قومي فارس ايه؟ يا نهار ايه؟ قومي. تمام تمام، بس خلي بالك انت كده رفدتني من قبل ما تعيني. بره بره؟ ماشي ماشي تمام. ده ايه ده؟ لا ومتعنطازه قوي. لا وفارس. فارس. ايه يا جماعه هتعملوا ايه في البنت اسراء الوحشه الشريره دي؟ انا سمعت ان هي هتشتري الفندق من فارس. ايوه فعلا مستر فارس قال لي كده وهو بيكلمني في التليفون. المصيبه ان هي انا عارف اكيد هتجيب موظفين جداد وتطردنا كلنا واحنا بقى نبدا من اول وجديد ونرجع لحياتنا القديمه. طبعا طبعا ده هيطردكم يعني شر بلية. واحنا هنطرد لوحدينا؟ ما انت هتطرد معانا. ها؟ هتطرد معانا؟ طبعا ما انا هطرد معاكم طبعا، يعني ما انا مش زيكم انا، صح يا سعيد؟ بس المشكله يا دكتور امجد ان انا لو اطردت خايف ارجع شغلانتي الاولانيه اللي انا كنت بشتغلها وانا صغير قبل ما اشتغل هنا. ادهم ادهم مالك؟ وانا صغير كنت شايف. لا ادهم عشان خاطري قول. كنت بشتغل على باب سايبر. باب؟ تعمل ايه؟ بمسك يافطه كده واقول فيديو جيم ونت، فيديو جيم نت، سايبر، نص ساعه ب 5 جنيه، ساعه ب 8 جنيه، سوبر ماريو عربيات، سوبر ماريو فيفا، يابانيه يابانيه يلا تعالى. الله انت بطوله حلوه قوي يا ادهم. ادهم على فكره انت لو كنت استمريت في المهنه دي كنت هتبقى انجح من شغلك في الريسبشن. ربنا يخليك يا دكتور تسلم لي، بس انا معقد يعني عشان وانا صغير كانت العيال بتقعد تمشي كده وتخطف مني البتاع وتقولي يا لتيكين وتجري. حد كان بيزقلك بطوبه؟ كان في حد بيزقلني بطوله. حد كان بيشنكلك وانت ماشي؟ كان بيشنكلوني وانا صغير. برضه انت ماضيك اهون من ناس كتير يعني. انا مش عايزك تتحرج من ماضيك لان في ناس الماضي بتاعها اسود واضحل من كده. اضحل ازاي يا دكتور؟ ناس كده يعني ناس. دكتور قول فضفض. ادهم. دكتور مكسوف. ما تكسفش. يعني قول. قول. سعيد امور. امشي يا سعيد. هو انا غريب؟ قول. هقول لكم وانا صغير في المدرسه كنت ببدل سندوتشات الجبنه بتاعتي بسندوتشات اللانشون مع العيال، واللي ما رضاش يديني بديله بقله في مناخيره. هي البقله دي بالنسبه لك السواد اللي في حياتك؟ لا. امال ايه؟ انا عملت حاجات اسوأ من كده. طب قول. مكسوف. يا زيني قول. ادهم. قول دكتور. بصراحه بعد العصر كنت بخش السايبر. بحبه جدا. ايوه الراجل بقى بتيكن كان بيقعد يقول الحاجات دي. الراجل بقى يروح شمال يمين اروح واخد انا الدراعات تمام واروح فككها. فككها كلها وباعها بالقطعه. باعها بالقطعه؟ ايوه. انت كنت ساكن فين؟ انت ساكن في مرازيق البلد. مرازيق البلد؟ فين؟ ايوه جنب مراجيح عم مرزوق. والسايبر كان اسمه ايه؟ عم مرزوق الاكبر. انت عارف انا مين؟ انت ادهم. ادهم ابن مرزوق الاكبر. لا هديك بقله في وشك. ما تتكلمش معايا باسلوبي. هتكلم باسلوبي. استهدوا بالله يا شباب. انت اللي هواجب ايه؟ انت اللي قليل ادب يا جماعه. استهدوا بالله يا جماعه. مرزوق مين وسايبر مين؟ اسراء مين اللي بتتكلموا عليها دي بالصبح؟ يا عم اسراء، اسراء اللي الصبح فضلت تهزق فينا. انت ايه يا الله؟ اللي عايزه تشتري اوتيل. تشتري اوتيل ازاي؟ دي سالفه مني 200 جنيه وقالت لي هرجعهم لك بعد اول مرتب.
لا ارجع تاني بالكلام كده. سلف منك يا حبيبي 200 جنيه سلف منك 200 جنيه؟ اه يعني كل التهزيق اللي احنا اتهزقناه ده وسلف منك 200 جنيه؟ والله العظيم لو اوريك ايام سودا يا سعيد. هو انا مال انا يا ادهم؟ هو انا مش الصبح قلت لك اديني 200 جنيه عشان اكمل واجيب العربيه؟ ايه 200 جنيه تجيب بيهم عربيه ايه؟ عربيه لعبه يا ادهم. عربيه بالدراع يا سلام. اصل ابن عم مرزوق. ابن عم مرزوق ما تتكلمش معاه اتكلم براحتي. وعلى فكره احنا قاعدين بنتكلم في اي حاجه وسامين حاجه مهمه جدا ان اسراء دي لازم نوقفها عند حدها. لا وانا كل ما بجيب سيرتها بتفضل تتجنن. انا اتجننت يا سعيد؟ اه انا قصدي انت بتتكلم معانا بحنيه مفرطه. انا عايز اسراء دي اول ما اشوفها امسكها كده ارقشها بسناني ارقشها كده. بقول لك يا سعيد، في واحده هنا اسمها اسراء هانم جت من شويه شفتها. بس هي هانم من انهي ناحيه بالظبط؟ بلاش غلبه، عايزك تطفشها من اوتيل قبل ما تشتريه. يا اخوانا بالراحه على دماغي شويه، اوتيل اللي تشتريه وهي سالفه مني 200 جنيه. لا 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 بجد كده مش ممكن، احنا كده خلاص خبنا. بقى انا اترفض قبل ما اتعين ليه؟ ماليش اهلي يسالوا عليا؟ هو يطول اصلا يعيني في الاوتيل عنده؟ اهو ده منظر واحده تشتري اوتيل ولا حتى تشتري ربع روم؟ مش معقول هي دي؟ لعلمك بلغ المدير بتاعك اني هشتكيه في مكتب العمل وهفضحه في كل حته، فيسبوك، تويتر، انستجرام، والتيك توك. هدي اعصابك يا انسه. مش برضو انسه؟ ان شاء الله. هايل، بدايه مطمئنه. انت مين اصلا؟ غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لفارس بيه. ما تجيبليش سيرته على لسانك، انا بتعفرت لما بسمع سيره الراجل ده. لا اكيد ما اقصدش يزعلك، انا هخليه يعتذر لك بنفسه. مش لما تفهم الاول ايه اللي حصل؟ مش غور بقى. اتفضلي يا هانم نشرب درينك كده في الكافي شوب. ايه ده درينك بالنهار كده؟ انا عارف انه بالليل. لا لا انت فهمتي غلط، ده عصير فريش اعصر اشرب على طول. اوكي بس سوري كرامتي ما تسمحليش، انا لا يمكن استنى في المكان ده ثانيه واحده. طب اديني فلوسي. غرفه داهيه بقى، غرفه داهيه. اتفضلي يا هانم اتفضلي. افهم بقى انت ليه ما سبتهاش تمشي؟ انا اللي عايز افهم انت ازاي افتكرتها اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل؟ عشان انا لسه ما شفتش اسراء التانيه دي لغايه دلوقتي. بس والله العظيم يا فارس البت دي غلبانه قوي. غلبانه؟ دي غلبانه دي؟ الله بتجري على تلات ايتام امهم يا راجل. يا عم دي تلاقيها بتاكل اكلهم. دي طلبت عندي في المكتب 2 عصير قد كده. يا فارس خليك شواف. فرق معده. امانه عليك يا فارس، شغلها واكسب فيها ثواب. بقول لك يا غلاب، هي كبرت في دماغي بقى. يا انا هي في الاوتيل. طب والله العظيم ما تحتاج لها. صدق غلاب؟ هحتاج لها في ايه؟ هو انا عندي زباين اصلا عشان احتاج لهم موظفين؟ يا عم هو انا قلت لك شغلها موظفه؟ شغلها اي حاجه تعملها بايديها. ماسيو اديك شايف العينه. شغلها اي حاجه والنبي ابوس ايدك، حرام عليك. اوتيل طويل عريض ما فيهوش غيري. هو انا ايه؟ شمشون؟ ده انا لو شمشون كان زماني فيصت. شمشون؟ يا ابني اسمه شمشون بالنون. يا سيدي سميه حكشه، المهم تجيب حد يساعدني. الواد ده بغض النظر يعني ان هو بيرمي ودن، والله عنده حق. بيخدم في 6 مطاعم، اي نعم مفيش زباين، لكن كفايه الرايحه والجايه يعني. طبل له ايه المشكله لما يطبل للحق؟ جاب كسر حقك انت واقف ليه؟ امشي يلا غور يلا. الوزو في عينك، يلا بره احكي له اللي حصل. لا لا خلاص عدوي اتكل على الله، اتكل على الله عدوي. الواد ده بيمشي كده ليه؟ دي مشيت الوزو اكيد. انا هحلله اكيد. بقول لك ايه؟ البنت دي خريجه جامعه والانجليزي بتاعها مش بطال. انجليزي ايه؟ Have a nice day. ياه وكسبتي لغة بالسرعة دي؟ اه يا متمكنة. صباح الفل والنرجس والياسمين على شجرة حياتي. صباح الفل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت لحقتي اشتغلتي بالسرعة دي؟ عيب عليك انا اسراء. اوعي تكوني قلتي ان انت خطيبتي. لا اقسم بالله ما حد عارف، مع اني يعني مش عارفة ليه انت مصمم ان احنا نداري حبنا. ما اقدرش اداري حبنا، ده حبنا باين قوي. اكتر حاجة باينة في حياتنا. بس هما هنا مانعين جواز القرايب. ايه؟ قصدي يعني مانعين شغل القرايب. فاهمه ازاي؟ هما هنا بيحبوني قوي وبيقدروني وانا ليا هاله. يا هاله! هاتي لي شاي بسرعه. ايش ايه؟ انت بتوطي صوتك عليا؟ هو الاوتيل ده في حد؟ ده مهجور يا عم. استني بس عشان محدش يسمع. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو مستر فارس عينك ازاي بالسرعه دي؟ مش عارفه. انا عايزه اقول لك ان اول مره شافني كان هياكلني بسنانه. نعم؟ ايه؟ ياكلك ازاي؟ انت فاكر ان هو هياكلني بسنانه؟ لا مش قصدي ان هو يعني هياكلني بسنانه، اقصد ان هو كان متعصب عليا يعني. كده بس فجاه كده راح مغير رايه.
هنا على طول؟ اه اصل انتي مؤثره. يا ساحرة. ساحرة مستديرة. أموت في الجول. أكيد كانوا مزنوقين في عمالة، حمامات، بيلمن، كيدز إيريا. حميك بالشاي دلوقتي ولا أعمل إيه؟ رد فعلي يبقى إيه دلوقتي؟ لا أنا مش قصدي أزعلك. أزعلك إزاي؟ ده أنت مني. ده أنت كلي. بط. حاضر. إسراء. نعم. I love you. Big hug. مبروك يا مولانا، جوزت تامر وبسنت امبارح وهتجوز فارس الليلة دي. عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه وما حصلتش؟ لا لا العروسه هنا. ما يوافقش ازاي؟ هو في غيرها قدامه؟ هي ما توافقش يا راجل، هي هتلاقي واحد زيه فين بس. الف مبروك يا عم، بيضلك في القفص حبيبي. حضرتك انا كلمت مدام اسراء على كل تليفوناتها مقفوله. ما تعرفيش هي فين بما انك مديره اعمالها يعني؟ او اعرف هي فين طيب على الاقل. طيب حضرتك اول ما تعرفي اي حاجه كلميني ضروري والنبي. ريح نفسك، محدش هيكلمك. مالكيش دعوه. واضح ان الهاني مش هتشتري الاوتيل، رجعت في كلامها. ومالك فرحانه قوي كده؟ طب العند فيك هتشتري الاوتيل. هو انت ليه مصمم انت تبيع الاوتيل وخلاص؟ احسن ما ابيع نفسي واتجوز اي جوازه والسلام. هو انت عايز تبيع اي حاجه وخلاص؟ عندك حل تالت؟ طبعا. ظبط امورنا مع الضرايب ونقسطهم زي ما كل الناس بتعمل. ايه الحل العبقري ده؟ ده ايه الجمال ده؟ طبعا. واجيب بقى حضرتك فلوس الضرايب دي منين؟ من ارباح الاوتيل. اه حاسبي عشان الاوتيل مليان، حاسبي. ده الاوتيل مليان ناس، بصي الاوضه دي وانا لاقي اوض ولا لاقي ناس ولا لاقي اي حاجه. مستعجل على رزقك انت، عملت لك ديل مع شركه سياحيه هتضمن لنا 300 ليله سياحيه كل سنه، قول لي مبروك بقى. وال 300 ليله دول طبعا هيسددوا لنا الضرايب اللي علينا. يعني هي النوايا تسند الزير. نوايا؟ نوايا ايه؟ انا عايز الزير. ايه الطمع ده؟ ما تقدرش تبقى جشع كده. اتفائل. اقول لك ايه؟ روح اتفقلي بعيد عني. امشي امشي. بقى كده؟ امشي امشي. شكرا. ايه اللي انا في ايدي يا ربي؟ النوايا قال. القهوة يا فندم. اقعدي يا اسراء. ما يصحش اقعد في مكان اكل عيشي. اقعدي ما تخافيش، انت في حمايتي. وانت مين؟ انا قلت لك انا محامي فارس بيه. واهم حد في الاوتيل هنا. ترزعي بقى عشان عايزك في موضوع مهم. طيب حاضر، في ايه؟ ما تزقش. قول لي. انا شفتك بتسرفزي على الواد اللي اسمه امجد. ايه؟ انا يعني عشان بس لو حد عدى يفتكرني جست عادي. اه بتشم كوبايتي؟ اه لا فاهمه كل حاجه، بسم الله ما شاء الله. ايه موضوع امجد اللي بتسرفزي عليه ده؟ قصدك الدكتور امجد؟ دكتور؟ دكتور على نفسه، شكله واخد دولهم صناعي وعاملهم علينا. لا والله، ده مفهمني ان هو اهم حد في الاوتيل هنا. طبعا ما صدق يشوف واحده جديده ما تعرفش حقيقته. استاذنك بس ايدك بس، معلش معلش. بقول لك ايه؟ اتفضل. لو طلب اي مشروب يدفع فلوسه حالا. طبعا هو في ايه؟ انا سوسن قدامك. انا فاهمك. بعد رجلك بس استاذنك كده، معلش. ايوه حلو كده؟ معلش بس التراب كان باين. اؤمرني. تعرف انك حلوه قوي. الله يكبر بخاطرك. لا لا بجد يعني، لفت نظري جامد يعني. ما هو يبقى عيب في حقي لو ما لفتش نظرك بصراحه يعني. بس يعني هو حضرتك عايز ايه؟ عايز اعرف انت مرتبطه؟ على حسب. ايه ده؟ انت مش فاكره اذا كنت مرتبطه ولا لا؟ لا يعني مش، اللهم صل على النبي. طب نمشيها مش مرتبطه؟ والله كان قلبي حاسس. استاذنك رجلك بقى كده. اتفضل. طب معلش انت بتسال ليه؟ اصل انا جايب لك عريس. عريس كده مره واحده؟ لا المفروض بالنسبه لك على مرتين، بس المره دي يعني جاي مره واحده. اوكي. اوعى ايدك كده، معلش معلش. انا شايفه شغلها كويس جدا. اه طبعا نظيفه، نظيفه في نفسي. طب والعريس ده يبقى مين؟ لا لا مش قادر اقول لك، اخليها مفاجاه. رغم اني متاكد انك هتوافق عليه مع كل الفروق اللي بينكم. الفروق؟ يعني فرق في السن مثلا؟ لا مش بالظبط يعني. ما هو من الزواحف وانا الثدييات يعني؟ لا 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 ابدا، انتوا الاثنين من بر ميات. لا دمك خفيف قوي. معلش استنى كعب رجلك كده. اتفضل حبيبي اتفضل. انا عارف يعني انك لما تقربي منه وتعرفيه هتتاكدي انك هتتولدي على قديم من اول وجديد. هتولد على قديم من جديد؟ هو دكتور نسا وتوليد؟ ولا ده جرافيك؟ لا 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 كتير كتير قوي، كتير كتير قوي. لا قوم شوف شغلك، قوم شوف شغلك يا اسرائيل. في ايه القلبه دي حضرتك؟ يلا حبيبتي. حاضر حاضر.
لا لا رجلي ومحتاجها والله. خدي على واسع، خدي على واسع. طيب حاضر. حول الله يا رب. قمر استاذنك بس كده، معلش 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 معلش. لا ده تمام، مدلكيني باطي. معلش انا اسف انا اسف. يا بختك يا فارس، يا بختك يا ابن المحظوظة. عايزنا نتجوز إسراء. عندك غيرها؟ دي لسانها بينقط سم يا سيدي، بالحنية هينقط عسل. عايزنا نتجوز جرسونة عندي يا غلاب. لا ما انت هترفدها وبعدين تتجوزها. يا ابن اللذينة، يعني انت عملت كده مخصوص عشان اتجوزها؟ برافو عليك، طول عمرك ناصح. طب اللي عندي فيك بقى مش متجوزها. بص انا سمعت منك الجمله دي كتير في المسلسل بتاع الجواز بتاعك ده، وانا ما عنديش غير نفس الرد. عندك اوبشن تاني؟ هبيع الاوتيل. الله، مش الست اللي كانت تشتري الاوتيل نفضت لك وقفلت التليفونات في وشك؟ ايه نفضت لك دي يا غلاب؟ والله هزعل منك يا عم. اهدى بس، ما تزعلش مني. سيبك انت من اسراء اللي كانت تشتري الاوتيل دي، خليك مع اسراء اللي هتضمن لك مستقبلك. قال يعني هي وافقت تجوزني؟ هي الطول اكيد هتوافق بسرعه كده. يا ابن الحلال مفيش بنت ما بتحلمش بالجواز، بعدين انت لما هتعرفها كويس هتصعب عليك وهتتجوزها. جرى يا غلاب، هو انا جمعيه خيريه؟ لا لا لا، على فكره انا خليتهم يحجزوا لها اوضه على حسابك من جنبك، يعني عشان تلحق تفتحها في الموضوع. هو انت لسه ما فتحتهاش؟ لا فتحتها بس ما قلتلهاش مين. اتفضلي يا هاني، اوضتك. مالك قرفان كده ليه وانت بتقولها؟ ما حسيت ان انا داخله بيت الطاعه. اصل انا بصراحه مستغرب قوي، يعني ازاي يدوكي اوضه زي دي وانا اللي شغال معاهم بقالي 7 سنين هنا، ما قاعديني في اوضه شرك مع عدوي؟ هبقول المشكله بتاعتك دي لرهام سعيد في برنامج صبايا الخير عشان تحلها. وبطل نفسنا. هنفسن على ايه؟ ده انت مستلفه مني 200 جنيه هترجعهم لي اخر الشهر لما تقبضي. لا انا مستلفه 180 جنيه، يعني مديالك 20 جنيه مقدما، ومع ذلك هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه. اه صح. طب انت تعرف ان انت لو اديتني 180 جنيه برضه هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه؟ تصدقي فكره؟ 180 200 220 ايه؟ اتفضلي. يلا بسرعه قبل ما ارجع في كلامي. على فكره انت لو مراتي مش هتخافي على مصلحتي كده. شفت بقى؟ سعدة وحياتك عايزه مخدتين زواده. بس دي شغلانه الهاوس كيبر. وانت ايه الهاوس كيبر ايه؟ الله، ولا التبس بقى دي الهاوس كيبر؟ لا من عينيا الاثنين، هروح اجيب لك المخدتين. سعدة. ايوه. نسيت تديني ال 180 جنيه. معلش الفرحه نسيتني. يلا فين هما؟ ينفع 200؟ طبعا طبعا يا روح حيات. هات ربنا يكتر من هبلك يا رب. على فكره إيه؟ انت كريمه قوي وجدعه قوي، بعد اذنك قوي. اتفضلي الكارت. هات يا روح. ده بنت اللي عبيط قوي. بيضالي في القفص. ايه ده؟ لا هيجيب المخدتين؟ ايوه في ايه في ايه؟ ايه ده امجد؟ ايه اللي جابك الاوضه بتاعتي يا امجد؟ يا جت عليا انا؟ هو لسه خارج منها يا هانم. ايه ده انت بتقول ايه؟ الله في ايه؟ ايه الاوضه الجميله دي؟ اسماك ورود وابشورات. اسراء اشمعنى انت اللي ادوكوا الاوضه الجميله دي؟ كده يا امجد؟ ده بدل ما تقولي مبروك قالوا انا اللي داخله الاوضه عماله اقول ونبني توبه توبه في عش حبنا. يا امجد عش حبنا؟ بس ده عش كبير قوي يا اسراء. ايه المشكله يا روح انت بتحسدنا ليه؟ اسراء نعم. ما تسرحيش بيا يا اسراء. في ايه؟ الموضوع ده في انا ولا انا ولا منا يا حبيبي. كل الموضوع باختصار. بحب الحركه دي قوي. مغير من الشحن. ايوه. إسراء ايه؟ قولي لي تاني. يا شفت بقى؟ مش تقولي كده من الأول. لا تقول كده أنت ظالمني. أنا ظالمك. إسراء نا I love you. I kill you. بموت فيكي. طبعا يا سعيد أنت عارف إن أي معلومة أنت بتجيبها لي بديك تمنها فورا. كدابة، عمره ما حصل. هيحصل. من امتى؟ من دلوقتي. عايز تعرفي ايه؟ عايز اعرف دلوقتي هم سكنوا ليه البنت اللي اسمها اسراء دي؟ انا مجرد جرسونه. قولي انت بقى. انا نهزر، انا بسالك انت. نفس اللي انت فكرتي فيه.
حتى دي عايز يتجوزها؟ ما قداموش بنت غيرها. ما كان عايز يبيع الاوتيل. وانت اقنعتيه ما يبيعش. يعني جت على دماغي انا في الاخر. ما اعرفش بقى. الحقي اتصرفي لو تقدري. ايدك على ثمن المعلومه. ضربه في ايدك. انت عايزني ادفع فلوس في معلومه زفت زي دي؟ والله كنت حاسس انك هتغدري بيا. عشان كده خليتك انت اللي تطلعي المعلومه من نفسك. انا مش فتان. يا كدابه. اهو انت. يا نصابه. اهو انت. يا وحشه. انت اوحش. يا رب ما تتجوزي فارس. لو النبي تعالى يا سعيد خلاص هديك والله الفلوس اللي انت عايزها يا ولا. تعالى. انا اسف ان انا اتنرفزت عليك شويه يعني. شويه؟ انت اتنرفزت كتير على فكره. ما انت كمان اسمك اسراء. ايوه ايه المشكله في اسم اسراء يعني؟ عندك عقده منه؟ خلاص سميني ادهم. الله. تصدق لي عليك اكتر؟ والله؟ لا مش قصدي، قصدي افتكرتك اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل. هو انت بجد هتبيع الاوتيل؟ انت خايفه ابيع الاوتيل كده ليه؟ واخاف ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا صور؟ صور؟ ايه الرخص ده؟ لا انا قصدي يعني المشترك الجديد ممكن يتخلص من العماله القديمه وانت منهم. انا يا باشا انا لسه متعينه يعني لسه فريش كده بخيري. بس الحل الوحيد ان الاوتيل ده ما يتباعش ان انا اتجوز خلال 24 ساعه. وايه علاقه الجواز بالبيع؟ لا ده موضوع كبير بقى ابقى اقوله لك بعدين. واني عروسه دي اللي هتلاقيها خلال 24 ساعه؟ ما انا لقيتها خلاص. مين؟ انت. مين؟ انت. مين؟ اسراء. مين؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ أنا مش مصدقة نفسي. أنا جاي لي عريسين في يوم واحد. شكرا يا رب شكرا. أصل أمي قالت لي صوم الاثنين والخميس ليه وبركة والبركة أهي. والله شكرا يا رب شكرا. اثنين وخميس إيه يا حاجة؟ مين التاني؟ المحامي بتاعك كلاب. أيوة. تضحك على إيه؟ أنت مش مصدقني؟ طب إيه رأيك بقى إن هو كان بيلمح لي؟ غلاب. طب وايه رايك بقى كمان ان هو كان بيعمل لي كده هو بحواجبه وكل شويه يقلع في النضاره ويلبس في النضاره. غلاب. انت مش مصدقني ليه؟ طب لعلمك بقى سالني انت مرتبطه ولا مرتبطه؟ هو كان بيسالك عشان تتجوزين انا. اه وانا ايه المطلوب مني ان شاء الله؟ ولا حاجه. انا عايزك بقى تفتحي دماغك قوي. بس كده؟ حدش بيفتح والله. طب رن الجرس لغايه ما ابص من الشباك. بص بس. عدو. ايه ده ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انت مالك يا عم؟ انت في ايه؟ انت عينك هتخرم الفلوس يا عدو. ده انا خايف على مصلحتك. مصلحتي معاك انت؟ مصلحتك مع اسراء. ايه مصلحتك مع اسراء؟ ده اعلان بنك ده ولا ايه؟ شركة استثمار. شركة استثمار؟ اسراء مين؟ البت اللي جت امبارح وشغلوها وادوها اوضه في نفس اليوم. ايوه عارف عارف. خلاص مالها يعني؟ تديها ال 180 من هنا ترجعهم لك 200 جنيه. انت اديتها 180 ورجعتهم لك 200؟ ما انا رحت عشان استلم المبلغ قالت لي هات 180 تاني عشان تديهم لي 200. طب هترجعهم لك امتى؟ ما انا بطلت اسالها بقى عشان فلوسي خلصت. انت واثق فيها اسراء دي؟ دي دماغ ذريه. بقول لك جت اشتغلت وادوها اوضه في نفس اليوم. يعني انا اديتها 1870 هترجعهم لي كام؟ 645. رد يا اسراء. اه لحقتي تتغيري بالسرعه الفظيعه دي؟ خاينه خاينه. دكتور امجد اتفضل. الدواء بتاعك اللي بتقولي عشان البرد. مبروك يا سعيد. خفيت؟ لا تعبت اكتر. ليه؟ انت خدت كام واحده في اليوم؟ كنت باخد كبسوله ببلعها قبل النوم. ايه؟ كبسوله؟ ده مش كبسول، ده لبوس. لبوس؟ وانت تديني البوس في سني ده يا دكتور؟ بقول لك يا سعيد سيبني في حالي دلوقتي. سيبني في حالي. ايه بس في ايه؟ بقول لك ايه؟ مستر فارس فين؟ عايزه في ايه؟ عايز اقول له انه لو باع الاوتيل هيتعب نفسيا اكتر ما هو تعبان دلوقتي. لا اطمن، ما هو مش هيبيعه خلاص. عرفت منين؟ سمعت طراطيش كلام كده. سعيد تعال يا سعيد تعال. عارف يا سعيد انا بعزك قوي زي ما تكون اخويا واكتر، بالرغم ان يعني ايدي قصيره يعني. سعيد قول لي انت سمعت ايه في طراطيش الكلام ده؟ عقبال عندك كده عرفت ان مستر فارس لقى العروسه اللي هتخليه يورث من جده. كويكلي كده؟ اه. مين؟ البت المجنونه اللي اسمها اسراء. ايه؟ سعيد سعيد انت قلت اسراء ها؟ يا عم انا مالي وانا اللي هتجوزها؟ ده هو. لا 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 يا سعيد مش ممكن فارس يكون هيتجوز اسراء. انت بتقول اي كلام؟ ليه؟ هو انت لقيت له عروسه تانيه؟ ابعد عني ابعد عني ابعد عني وسيبني دلوقتي لوحدي في الاوضه.
انا عايزه ابقى لوحدي دلوقتي في الاوضه. ايه ده يا اسراء؟ ايه ده؟ ادخليني.